بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 11. الفتنة قد تكون بالأقوال والمذاهب والأفكار، فينجرف الإنسان مع أي مذهب أو أي فكرة أو أي قول يوافق هواه ويترك السنة فينحرف. تكون الفتن أيضا بالأموال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله عنده أجر عظيم. قد يبتلى الإنسان بالمال ويحب المال حبا جما، قد يأخذه من غير وجهه، يأخذه من الحرام، من الربا، من الغش، من الميسر والقمار، لأنه يحب المال ولا يبالي لأنه حرام. حب المال يجذبه فتأخذه الفتنة والعياذ بالله، فتنة المال، أو يعطى طمعاً على أن يذهب كذا ويقول كذا، مخالف للدين ومخالف للسنة من أجل المال، يعني يستأجر والعياذ بالله، يتكلم بغير الحق من أجل أن يحصل على هذا المال. لذلك الأموال فتنة، إذا أخذها من وجه الحلال وصرفها في الحلال فهي خير ومعينة على الدين، وإن صرفها في غير وجهها فإنها تكون مسؤولية عليه، لأنه يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل أول من أين جاءك المال هذا، شو الطريق اللي حصلت عليه. ثم إذا صح السؤال الأول وسلم منه، السؤال الثاني، وين أنفقت هالمال، بالحلال ولا بالحرام، استعنت به على طاعة الله وعلى معصية الله، يحاسب عن هذا يوم القيامة. لذلك المال مسؤولية، خطر عظيم. قد يترك دينه من أجل يحصل على وظيفة، من أجل يحصل على وظيفة، لكن ما يوظف فيها إلا من ترك دينه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل الفتنة، يقع في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا، ابتلى وامتحان. الأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أن تحب أولادك ما في شك، هذا شيء جعله الله، لكن هل تربيهم على طاعة الله؟ هل تصبر عليهم؟ هل تأمرهم بالصلاة لسبع وتعلمهم أمور دينهم؟ إذا ميزوا تصبر عليهم، تلزمهم بالصلاة، أو تتساهل معهم تقول والله أنا أحبهم ولا نبشاق عليهم ولا مكلف عليهم ولا مدعدهم من ماتهم ولا تكون سقطت في الفتنة. هم الأولاد فتنة من حيث تربيتهم، من حيث ضبطهم، من حيث مراقبتهم دخولاً وخروجاً وفي البيت وفي الشارع وفي المدرسة، مسؤول عنهم، هم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
والفتن كثيرة. كذلك الفتنة تكون أيضاً بتسلط الكفار على المسلمين، هل تطيعهم تنقاد معهم أو تتمسك بدينك تصبر على ما ينالك وما يجري عليك؟ هذه فتنة عظيمة. الفتن كثيرة أيها الأخوة، وبين يدينا الآن كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جمع فيه أحاديث في الفتن. وصلنا إلى باب التغرب في الفتنة، تغرب في الفتنة. تغرب ما معناه؟ أن تكون غريباً، تكون غريب بين الناس، تتمسك بدينك ولو ظل أكثر الناس، ولو أصبحت أنت يعني غريب بين الناس اصبر على هذا، ما دام أنك على الحق ما يهمك ترضي فلان ولا تزعل فلان، ما عليك، عليك هذا الدين. هذا يحتاج إلى صبر، لأن الناس يتكلمون يبون أو ربما يضربونك، ربما يسجنونك على دينك، لكن اصبر على الدين، اصبر واصبر على ما أصابك. فكذلك من التغرب أنك تبعد عن الفتن، تعتزل الفتن ولو أن تعيش وحدك ولا تدخل في الفتن، لأنك إذا دخلت فيها ما تسلم إلا ما شاء الله، لكن إذا أبعدت عنها اتقيت شرها. لكن هذا يحتاج إلى صبر. ولو أنك ترعى غنم كما يجيكم في الحديث، لو ترعى غنم تبعد عن الفتن، أو تعيش على رأس جبل حالك تسلم على دينك، أحسن لك من أنك تعيش مع الناس في الفتنة. اعتزال الفتن والبعد عنها هذا هو طريق السلامة، وهذا يبي صبر، يبي صبر من المسلم. هذا التغرب في الفتنة، تصبح غريب بين الناس، تخرج من منزلك وبلدك إلى جبل ولا إلى بر صحراء، ترعى غنم وتصبر على دينك، هذا خير لك من أنك تصير وزير ولا ملك ولا، خير لك في آخر الزمان، ولا موظف كبير ولا إيه، لأن رأس مالك هو دينك، واللي تخرج به من هذه الدنيا هو رأس مالك، أما الوظائف والجاه هذا يذهب يروح، يبقى لك إلا دينك، تمسك به واصبر عليه على ما ينالك، اصبر عليه. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب التغرب في الفتنة. عرفنا معنى التغرب في الفتنة، يعني إذا جاءت الفتنة فتغرب أنت، تغرب عنها يعني أبعد عنها، أي طريقة أبعد عنها، أبعد عنها تسلم من شرها. قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما سأله إذا أدرك الفتن ماذا يعمل، قال: اعتزل تلك الفرق كلها، اعتزلها تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا تغرب، تغرب بين الناس، تغرب في المكان والمسكن،
تمسك بدينك هو المهم. نعم. قال وله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شعب الجبال ومواقع القبر يفر بدينه من الفتن. هذا من التغرب، انك تطلع من البلد اللي فيها الفتن، البلد الذي فيه الفتن، وتاخذ معك اغنام او ماشيه ترعاها في شعاف الجبال، رؤوس الجبال او مواقع القطر، وتتمسك بدينك، تغرب عن البلد لاجل التمسك بالدين، لان بقائك في البلد في فتن شر، هذا نوع من أنواع التغرب. نعم. قال وللمسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. إنها ستكون فتن، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي يعلم الغيب؟ لكن الله علمه، أطلعه على ذلك، وما يعلم الغيب إلا ما علمه الله وأطلعه الله. هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر عن أشياء مستقبلة فتقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من مصلحتنا أنه يخبرنا عما يحصل علشان نأخذ حذرنا. ومن نصحه صلى الله عليه وسلم وشفقته علينا يخبرنا عما سيحصل ويوصينا بما ينجينا مما يحصل من الشرور والفتن، لأنه ما ترك شيئا إلا بينه لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. إنها ستكون فتن، هذا إخبار عن المستقبل، معناه التحذير، إخبار معناه التحذير. نعم. القاعد فيها والفتن، إنها ستكون فتن، ستكون يعني في المستقبل، فتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان، وهي كثيرة ومنوعة. الفتن ما هي بنوع واحد ولا عشرة ولا مئة، كثيرة. نعم. القاعد فيها خير من الماشي. نعم، اللي يقتصر عنها ولا ويبتعد عنها هذا يسلم، وأما الذي يدخل فيها هذا قد لا يسلم، قد يسلم وقد لا يسلم، ولكن سلامته قليلة وهو على خطر. لذلك قال القاعد فيها خير من الماشي، لأن القاعد ما راح لها، جلس، واللي يمشي يمكن تعرض لها، يمكن تجيه في الطريق، وانه يبقى مسانه ولا يمشي أزيل. نعم. والماشي فيها خير من الساعي إليها. والماشي خير من الساعي اللي يركض، يعني المشي على هينته أسلم له من الركض، لأنه إذا ركض يسرع وقد تصيبه الفتن، فهو يتأخر عنها بأي وسيلة، بالقعود، بالمشي غير السريع، أما اللي يسرع ربما أنه يتقدم لها، لا تقدم عليها. نعم. ألا إذا نزلت أو طال وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. ألا من كان، هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم، أداة تنبيه، انتبهوا. ألا، نعم. ألا إذا نزلت، إذا نزلت الفتن، نعم. قال وقعت، المعنى واحد، هذا يعني شك من الراوي، والمعنى واحد، لكن هذا من دقتهم في الرواية رحمهم الله،
دقة في الرواية والضبط. نعم. فمن كان له إبل فليلحق بإبله. نعم، من كان له إبل ترعى في البر وهو ساكن في البلد والفتن في البلد، يذهب إلى الإبل ويعيش مع الإبل في البر ويسلم من الفتن ومواقع الفتن، خير له. نعم، من أنه يبقى بقصر أو فلة منمقة أو لا، صرت مع الإبل راعي أزين من كونه يبقى في البلد ولو في مسكن راقي ومرفه. مع الإبل يعيش عيشة يسيرة في لفح الشمس والهواء، خير له من التنعم في البلد. يتمسك بدينه وينجو من الفتن. نعم. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. ومن كانت الناس بعضهم أهل الإبل وبعضهم أهل الغنم، كل على حسب، اللي له الإبل يصير مع الإبل واللي له الغنم يصير مع الغنم، والغنم أحسن بعد، الغنم أحسن من الإبل، فيها الهدوء فيها السكينة. وما من نبي إلا راعى الغنم، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم راعى الغنم لأهل مكة على قراريط يأخذها في شبابه عليه الصلاة والسلام. فالغنم فيها سكينة وفيها طمأنينة وفيها هدوء. نعم. ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. ومن كانت له أرض مزرعة استراحة بعيدة عن البلد يلحق بها، يترك البلد التي فيه الفتن. نعم. فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ إيه، انتبهوا السؤال هذا، إن كان له إبل يروح للإبل، إن كان له غنم يروح للغنم، إن كان له أرض يروح للأرض. سأله سائل، إذا لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض وين يروح؟ نعم. قال يعمل إلى سيفه. ها؟ قال يعمل إلى سيفه. يعمل ولا يعمد؟ ها؟ لا، لا لام ولا دال؟ دال. دال، إيه؟ لا تقول يعمل. نعم. قال يعمد إلى سيفه. فيدق عليه بحجر. إيه نعم، السلاح اللي عنده، السلاح اللي عنده يحطمه، يخربه، بندق يكسره، سيف يكسره. ليه؟ لئلا يدخل في الفتن. يحمل السلاح لا يدخل في الفتن، السلاح اللي يبي يوقع في الفتن تخلص منه، اللي يبي يوقعه في الفتن سبب له دخول الفتن تخلص منه. نعم. ثم لينجو من استطاع النجاة، لينجو من الفتن يبعد عنها بأي وسيلة إن استطاع، إذا لم يستطع فإنه يصبر ويتمسك بدينه، يصبر على ما يصيبه. نعم. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. نعم، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد الله علينا أنه بلغنا، ويكرر هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أفرحت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو قال إحدى الفئتين، يعني في القتال، إذا صار قتال بين المسلمين، هذه الفتنة، هذا من الفتن أن يكون هناك قتال بين المسلمين. يقول الرسول ابتعد عنها، ولو تكسر سيفك وسلاحك ابتعد عنها مهما أمكن. سأله رجل إذا ما أمكنني، إذا أجبرت على الدخول في الصف وش أعمل؟ نعم. شوف الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على دينهم، يسألون عن الأحوال وش يسوون في الأحوال. نعم.
قال رجل فيضربني رجل بسيفه أعداد. فقال رجل يا رسول الله نعم أرأيت إن أفرحت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين. يقول أنا من برايح ما استطعت بعتزل، لكن إذا أكرهت وجبرت على أني أدخل في القتال بين المسلمين، بين فئتين من المسلمين. نعم. أو قال إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه. نعم. أو يجيء سحب فيقتلني. نعم. قال يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. نعم، إذا أجبرت على الدخول في الفتنة وقتلت، لأن اللي يدخل في الفتنة ويخوض القتال يصيبه ما يصيبه قد يموت، ماذا يكون مصيره عند الله سبحانه وتعالى؟ يقول إذا أجبرت وأكرهت فأنت ليس عليك ذنب، أنت مكره إلا من أكره، قلبه مطمئن بالإيمان. عهي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالمكره معذور، المكره معذور والحمد لله. فإذا قتله أحد من الفئتين فالإثم على القاتل، الإثم على القاتل، وأما المقتول فيكون شهيداً عند الله سبحانه وتعالى. يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الإثم على القاتل، على المكره، وأما المكره فهو معذور. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تعاطي السيف مسلولا، يعني السلاح يحتفظ به ويوثق لئلا يصيب احدا. اذا اردت تدخل سوق او تدخل محل اجتماع عليك ان توثق سلاحك لئلا يحصل منه اصابات. السيف تغمده في غمده، والبندق توثقها لا تثور، جودها، الرشاش، كل أنواع السلاح ما تخليها مفتوحة يحصل منها إصابة فتكون متسبباً في قتل مسلم. فلا يتساهل في أمر السلاح. اللي يحتفلون الآن بمناسبات يجيبون معهم بنادق ويجيبون معهم، هذا خطر وهم مخطئون. وكم حصل من الإصابات والقتل وهم لم يقصدوه، ولكن مهملون، أهملوا هذا. أولا لا يدخل اجتماع الناس بالسلاح، ثانيا إذا دخل اضطر الأمر إلى دخوله بالسلاح يوثق السلاح بحيث لا ينفلت منه شيء فيقتل مسلما بريئا. نعم. وفي المسند عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث. قال وفي المسند عنه رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا. سيفا مسلولا ما يجوز هذا، يعني يتمادون سيف وهو مسلول ما يجوز هذا، لأنه مهيأ للضرب والإصابة ولو ما قصد، لو ما قصده لكنه مهيأ. السيف لو غمد أدخله في الغمد وثقه. نعم. فقال لعن الله من فعل هذا. اي نعم، من دخل الاجتماع السيف المسلول لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خطر، هذا خطر
ولا يجوز إنه يترك السيف مسلولاً وهو في مجتمع أو يمشي مع ناس أو حضرة أحد. نعم، يمكن يسقط السيف، يمكن يأخذه واحد يضربه، يمكن. نعم. أوليس قد نهيت عن هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أوليس قد نهيت عن هذا، يعني عن أن يسل السيف حضرة مسلم أو مسلمين لئلا يصيب أحدا. نعم. ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. إذا أردت تعطيه السيف، أنت سللته من غمده لتنظر فيه فقط، لم تقصد سوءا. إذا أردت أن تناوله غيرك فلا تعطيه إياه مسلولا، أغمده بغمده ثم أعطه إياه. نعم، مثله البندق ومثله كل سلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. نعم، هذا حديث معروف، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا في آخر الزمان. بدأ في أول بدايته وأول الدعوة غريب، الرسول صلى الله عليه وسلم أولا واحد ما معه أحد، ثم انضم إليه أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، انضم إليه بلال رضي الله عنه. ولما سئل: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. هذا أول ما بدأ الإسلام، أولا الرسول وحده، ثم انضم إليه أبو بكر من الرجال، يعني ولا فيه نساء أسلمن وصبيان أسلموا، لكن من الرجال أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر دعا إلى الله فأسلم على يديه جماعة من الصحابة فكثروا، وكان أول غريب، كون من اثنين فقط، ثم تكاثر الصحابة حتى تكونت الأمة الإسلامية التي وصفها الله بقوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفة هذه الأمة في التوراة التي نزلت على موسى هذه صفتها. ثم ذكر صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام: ومثل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أول ما هو نبات ضعيف، اقصبه وحده، اقصبه ذي فرخت صار له فراخ، الفراخ هذه قوية ونشطت، الزرع تكون حينئذ مزرعة كاملة، ثم يعني سنبل الزرع، صربه سنابل، استوى على سوقه على قصبه، تشوف الزرع المزرعة، تشوف الزرع السبل، يقول كذا كل واحدة على قصبه، كل واحدة على قصبه. حينئذ هذه صفة هذه الأمة، تكونت بالأول نبات ضعيف، ثم صار له فراخ، ثم نمى حتى استوى على سوقه يعجب الزراع،
من حسنه. وهكذا هذه الأمة، شفت، بدأ الإسلام غريبا على هذه الصفة، ثم تكون ونمى وانتشر في الأرض، ثم في آخر الزمان إذا كثرت الفتن يعود الإسلام غريبا، ولا يتمسك به إلا أفراد من الناس. اللي تسمون بالإسلام كثير، ولكن اللي تمسكون بالإسلام الصحيح قليل، غرباء ينظرون لهم الناس نظر استغراب، يقولون هذولا متشددة، هؤلاء فيهم، هؤلاء تكفيريين، هؤلاء إلى آخره، ينظرون لهم نظرة استغراب، لكن ما يضرهم إذا تمسكوا بدينهم. نعم، لا تصير شاذ عندك أفكار منحرفة، لا، لا تصير أيضا مخرب، ولا تصير أيضا إرهابي تقتل بغير حق، هذا ما هو الإسلام، هذا ما هو الإسلام، إنك تخرب، إنك إرهابي، هذا ما هو من الإسلام، إنك تكفيري تكفر الناس بغير حق، لا، ما هو بهذا الإسلام. الإسلام دين صحيح، له أصول، له قواعد، لازم تعلمها، تعرف، ما تأخذ الإسلام بالتقليد ولا بقول فلان أو قول فلان، تأخذه من الكتاب والسنة، وذلك بالتعلم، ما هو بالقراءة أنك تقرأ على نفسك، لا، تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. فالمتدينون كثيرون، ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل، انتبهوا لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولي مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بدا الاسلام غريبا. عرفتم هذا كيف بدا غريب، كيف بدا غريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انضم إليه أبو بكر، ثم حتى جاء المهاجرون والأنصار، حتى قاد الرسول صلى الله عليه وسلم الألوف في غزوة بدر، في غزوة في الفتح، فتح مكة، خرج منها هو أبو بكر فقط اثنان، إذ هما في الغار، بعد 6 سنين أو 7 عاد إليها بجيش يتكون من 10,000 مدججين بالسلاح، وفتح الله مكة له، وأزال الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفا والمروة، وهدم اللات والعزى ومنات، وأرسل إلى الأصنام فكسرت وحطمت لما فتح الله مكة، لما فتح الله مكة. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءت الوفود من القبائل تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني وصل أجلك، الأجل وصل فعليك بالاستعداد للموت، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام عزيز وأهله كثير، ثم تناموا وانتشر في الأرض على يد المجاهدين من أصحابه حتى عم الأرض كلها، وبلغ مبلغ الليل والنهار، مبلغ الليل والنهار ما فيه مكان إلا دخله الإسلام، ودخلت الممالك الكبيرة تحت حكم المسلمين،
لأن هذا الدين من عند الله جل وعلا، والله ناصر دينه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله وعده، فانتشر هذا الدين وعم المشارق والمغارب، ظهر دين الله على سائر الأديان كما وعد الله سبحانه وتعالى. نعم. وسيعود غريبا في آخر الزمان، يعود الإسلام غريبا، يعني ما يتمسك به إلا القليل. الإسلام الصحيح ولا الإسلام المدعى هذا كثير، لكن الإسلام الصحيح ما يبقى إلا قليل، ما يبقى عليه إلا القليل من الناس. نعم. قال رواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي آخره: فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، طوبى يعني الجنة، طوبى قيل الجنة وقيل شجرة للجنة، للغرباء في آخر الزمان اللي يصبرون على دينهم يتمسكون به لهم الجنة. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، ما ينظرون للناس، ينظرون لهذا الدين يتمسكون به ولو أصابهم ما أصابه. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني يجمعون بين الوصفين، يصلحون ويصلحون، هؤلاء الغرباء. دعاة الشر كثير، بل باسم الإسلام يدعون، باسم الإسلام هم يدعون إلى الشر، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه. لكن اللي يدعو إلى الإسلام الصحيح قليل، ولكن هو الخير، هو الخير وهو الغريب بين الناس، يصبر على هذا. طوبى للغرباء، هذا معناه أنه يحصل عليه ضغط، يحصل عليه ضغط من المجتمع ومن الناس، لكن ما دام على الحق يصبر. أما إذا كان على غير حق فإنه يرجع للحق ولا يبقى على ما هو عليه. لا، الغرباء الذين هم على الحق الصحيح، على الدين الصحيح، ما هو بالدين المدعى أو اللي عليه الناس أو لا، أو اللي يقوله فلان وفلان، لا، اللي قاله الله ورسوله، الدين الصحيح ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا الدين الصحيح. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الصحابة هم أولو العرفان، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ يقول: قال الرسول يقول كذا وفلان يقول كذا، وفلان رجل وداعية وعالم وعليه من الأبهات، لكنه ضال والعياذ بالله، ما له قيمة عند الله. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان؟ خذ النصوص واترك آراء الناس، لكن ستصبح غريبا بين الناس. اصبر، اصبر على دينك وعلى قول الحق، ولو حصل عليك ما حصل لا تعدى على الناس، أنت لا تعدى على الناس، ولكن الزم الطريق الصحيح. نعم. آخره: قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. نزاع يعني الأفراد، يعني القبيلة كلها ما بها إلا فرد واحد تمسك بدينه، هذا غريب بين القبائل. نزاع يعني أفراد قليلون.
يعرفون الحق ويعملون به يصبرون عليه. نعم. قال رواه الأجري وعنده قيل من هم يا رسول الله؟ الأجري راوي الحديث. نعم. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إلى فسد الناس. ولا يناظرون للناس، والله كل الناس على هذا. ما أنا بصارم أنا الحالي، خليك لحالك لو صرت على حق ما يضرك هذا، عز لك. ولا والله أنا بعيش مع الناس، ولا أنا برايح أنازع الناس. أصلح في نفسك ولو فسد الناس عليكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. ولأحمد رحمه الله في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. الغرباء متى؟ إذا فسد الناس. شوف الناس كلهم، ما هم الكفار، الكفار معروفين، لكن فسد المسلمون، فسدوا، دخلهم ما دخلهم من الأفكار والآراء والأهوى والفرق والمناهج والجماعات المختلفة. أن تلزم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أصبحت غريبا بينهم اصبر على الغربة، اصبر على الغربة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هؤلاء هم رفقاؤك في هذا الطريق، لا تستوحش. معك الرسول ومعك الصحابة وأتباعهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف توحشوا ذولا معك؟ لا تستوحشوا ذولا معك في الطريق، حسن أولئك رفيقا يرافقونك على هذا الطريق. أي كونك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم، أو كونك مع فلان وعلان من أهل الضلال، ولو كانوا يدعون الإسلام وهم على ضلال، لا تذهب معهم، خليك مع الطريق الصحيح واصبر عليه، اثبت عليه حتى تصل إلى الجنة. نعم. وله عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. قلنا: ومن الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير. شوف، من هم الغرباء؟ بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أناس صالحون قليل، قليل في أناس سوء كثير. هؤلاء هم الغرباء. أن تهمك الصلاح أن تكون مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يهمك الصلاح والصالحون، ولا تنظر للكثرة المخالفة إذا كانوا على غير حق. خلك مع الصالحين ولو كانوا قليل. بعض السلف يقول: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أنت الجماعة ما دام إنك على حق فأنت الجماعة، وما عداك فليسوا جماعة وإن كانوا كثيرين. نعم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. نعم. أناس صالحون في أناس سوء كثير، هذه صفة. من يطيعه، من يعصيهم أكثر ممن يطيعه، يعني يعصونك أكثر من اللي يطيعونك. ولو كان اللي يطيعونك قليل اصبر واترك المخالفين ولو كانوا كثيرين، لا تذهب معهم وتغتر بهم. يقول: لولا يعاونون وهذولا. لا، ما داموا على الضلال اتركهم، لا خير فيهم. نعم. قال: وفي الزهد عنه رحمه الله. الزهد يعني كتاب للإمام أحمد رحمه الله، كتاب الزهد معروف مطبوع. نعم.
إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قال: الفرارون بدينهم. الغرباء من هم؟ الفرارون بدينهم، الذين يفرون بدينهم من الفتن، يفرون بدينهم، يهاجرون إلى بلد الصلاح، يطلعون إذا فسد البلد يطلعون للبر، يسكنون في البر، يرعون الغنم، يرعون الإبل في الجبال، يتمسكون بدينهم، خير لهم من العيش في المدن والقصور. نعم. يبعثهم الله مع عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويتولى أمر المسلمين ويحكمهم بالإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فيحشرهم الله معه يوم القيامة لأنهم تبعوه على دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه أحمد عن الهيثم بن جميل قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن أمه عن. نعم، يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.